إيمي أونوبا تتواجد في الشوارع والأزقة المظلمة، غير معروف، ربما الأطفال أو المطر. إيمي أونوبا تظهر في الليالي والأيام الممطرة، يقومون بجمع الأمطار أينما يذهبون ويقومون بخطف الأطفال. يظهرون على أنهم نساء فاسدات مغمورات بمياه الأمطار، يلعقون المطر من أيديهم وأذرعهم مثل الحيوانات البرية. السلوك ترتبط إيمي أونوبا بآلهة المطر الصغيرة، لكنها على عكس الآلهة، أن إيمي أونوبا ليست للخير، على الرغم من أن الأمطار التي تجلبها قد تنقذ قرية كاملة من الجفاف أو تجلب الثروة للمزارعين، إلا أن لديهم غرضا أكثر شرا. تحت غطاء المطر تتجول إيمي أونوبا في القرى باحثة عن الفتيات حديثي الولادة، إذ وجدت طفلا ولد في تلك الليلة، فإنهم يختطفونه ويحملونه في الظلام ويأخذوه بعيدا إلى عالم آخر. الأمهات اللواتي يخطفون أطفالهم يتحولون إلى إيمي أونوبا بسبب الحزن واليأس. بعد أن فقدت عقولهم تجوب هؤلاء النساء المتحولات في الشوارع ليلا بأكياس كبيرة على أمل استبدال كل ما سرق. إنهم يتسللون إلى المنازل حتى يمكن سماع الأطفال الباكين ويسرقونهم بعيدا عن المنازل. الأصل تعود إيمي أونوبا إلى الديانات الشعبية القديمة في اليابان والصين. قيل أن الأمطار كانت تجلبها الآلهة والآلهات الخيرية التي عاشت كالغيوم في الصباح ومطر ليلا إلى الأبد. وتقول الأسطورة أن بعض هذه الآلهة التي تجلب الأمطار قد تلفت وتحولت إلى يوكاي شريرة، لقد تخلوا عن ألوهيتهم ليعيشوا بين البشر ويفترسون عليهم.